صور مسربة لفاطمة الصفي ظهرت فيها بملابس صادمة، كشفت مناطق حساسة من جسدها، والجمهور في أقوى هجوم. أنا مرتاحة ألف الحمد لله يا رب، دامي بصحة وبعافية أنا مرتاحة. تعرضت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل بسبب إطلالتها الأخيرة أثناء حضورها إحدى المناسبات. وفي التفاصيل، فقد ظهرت الفنانة الكويتية وهي جالسة في المسرح وتحديداً في الصفوف الأمامية بإطلالة محتشمة، ولكن ما لفت الجمهور هو البنطال الممزق عند منطقة المؤخرة، ما كشف مناطق حساسة من جسدها من وجهة نظرهم. وكتبت إحدى المتابعات: موضة الجينز الممزق فكرة غبية ما حبيتها أبداً. وأضافت أخرى: الشيء الذي لم أتقبله هو السراويل المقطعة، ما هدفها ولماذا ترمز؟ لأن بما أن فترة صيف وشعرنا قاعد يتعرض حق الشمس، الكلور والبحر، يبتلكم منتج. وكانت فاطمة الصفي أثارت الشكوك حول زواجها بتعليق مفاجئ بعد أن هنأتها متابعة على الزواج، لتفاجئ النجمة الشهيرة جمهورها بردها الذي كتبت فيه: الله يبارك فيك يا عمري، ليعتبر الجمهور أن رد فاطمة الصفي على متابعتها هو تأكيد على زواجها، خاصة وأنها لم تنفي الأمر أو توضح للمتابعة التفاصيل، واكتفت بالرد عليها بالإيجاب. فللحين ما عندها الستاند والإضاءات نفس اللي عندنا. وأثار تعليق فاطمة الصفي التساؤلات ليس فقط لدى الجمهور، وإنما أيضا لدى مشاهير، بينهم ماي العيدان التي أعادت نشر تعليق فاطمة الصفي عبر حسابها الشخصي وأرفقته بالتعليق التالي: إذا الخبر صحيح ألف مبروك والفال لكل العزابية. وسط حالة فرحة كبيرة بين محبي النجمة الكويتية. وتشارك فاطمة الصفي جمهورها في الكثير من التفاصيل اليومية لها، وترد في كثير من الأوقات على ما يتردد بشأن حياتها الخاصة، وتحرص أيضاً على أن تؤكد أن كل ما هو شخصي فهو خط أحمر لا يجب التطرق له، إلا أنها تجاهلت أمر الحديث عن زواجها تماماً. أحط الفنان على جنب، مثلاً أنا وشجنو إحنا خوات، وأنا وربع اللي علستي. وتؤكد فاطمة الصفي دائماً على أن الحياة الخاصة أمر لا يخص إلا صاحبه، وهو ما يفسر سر تجاهلها الكامل لما تردد بشأن زواجها وعدم ردها على تساؤلات المتابعين. وبعد حديث شجون الهاجري وحسمها الأمر، تفاعل الجمهور في تعليقات على منصة إكس كتبوا فيها: ما في شخص قال لها تثير للشكوك حوالين الأمر، متابعة تبارك لها على الزواج وترد عليها الله يبارك فيكي، إيش اللي المفروض نفهمه؟ تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.